الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم إلى حصاد الليلة. والبداية بما يجري على حدودنا الشرقية مع تونس، حيث تتواصل حالة الغليان بالمراكز الحدودية بين الجزائر وتونس على مستوى ولايات تبسة سقهراس والطارف، على خلفية تجدد الاحتجاجات المطالبة بإلغاء ضريبة 30 دينارا تونسيا المفروضة على أصحاب المركبات الحاملين للجنسية الجزائرية، أين أغلق شباب غاضب المركز الحدودي المعروف باسم الحدادة بساقية سيدي يوسف احتجاجا على رفض السلطات التونسية التنازل عن ضريبة 30 دينار التي يروها مجحفة في حقهم. الحركة الاحتجاجية أدت إلى غلق المركز وشل الحركة لمدة تجاوزت ال4 ساعات، مع منع الجزائريين من الدخول إلى التراب التونسي. نفس السيناريو عاشه المعبر الحدودي بأم الطبول. إلى ذلك تتوصل ظاهرة الطوابير التي لا تنتهي أمام المراكز الحدودية بأقصى الشرق الجزائري، أين انتقد الجزائريون الراغبين في قضاء عطلة الصيف بتونس ما أسموه سوء المعاملة من قبل أعوان مراقبة وختم الجوازات في الجانب التونسي. وفي تصريح خاص لتلفزيون النهار، تحدث سفير الجزائر بالجمهورية التونسية عبد القادر حجار عن مطالب سكان المناطق الحدودية مع تونس وكذا الجزائريين الذين يختارون تونس كوجهة سياحية، والذين طالبوا السلطات الجزائرية بالضغط على نظيرتها التونسية من أجل إلغاء ضريبة 30 دينارا تونسيا المفروضة على المركبات التي تدخل التراب التونسي. عبد القادر حجار سفير الجزائر في تونس كشف عن مساعي على أعلى مستوى لإيجاد حل مع السلطات التونسية دون المساس بمستوى العلاقات والتعاون بين البلدين في شتى المجالات. هذا من جانب بعد، يعني في قانونك الجزائري ماكش عامل ضريبه على تونس، هما عاملين في قانون الملكيه على كل سياره تدخل تونس عن طريق البحر او عن طريق البر تدفع 30 دينار للجميع. ما بخص الجزائر، اما اللي تعمل به قانون خاص بالجزائر هذا يخضع لمطالبات صناعيه ولا وليس الاتفاق خذها ولا ناخذ المزيتين، هذا يخضع لمطالبات البرلمان الجزائري عندنا يجتمع في الخريف داخل سكان المريع يحب يدير بد كيما هذا يعمل على روحه. عبد القادر حجار سفير الجزائري بتونس اعتبر ان الخطوه التونسيه بفرض ضريبه 30 دينارا تونسي قرار سيادي للسلطات التونسيه نحترمه، واي شخص لا يريد دفع 30 دينار ما عليه سوى عدم القدوم او الدخول للاراضي التونسيه، مؤكدا ان الكره الان في مرمى البرلمان الجزائري. سفير الجزائر عبد القادر حجار قال ان تونس كانت وستبقى اقوى شريك وحليف في المنطقه. العلاقات الجزائريه التونسيه راهي في اوج قمه العلاقات الصناعيه، لا نفسدها بقضيه الجماعه الداخلين والخارجين عن الحدود وفي جميع المجالات، ولا تنسى ان حدودك الغربيه وحدودك الجنوبيه وحدودك الليبيه كلها مشتعله، ما زالت هذه الحدود هادئه، لا نشعل فيها النار عن طريق 30 دينار. هذا هذا للجزائريين يخلوه نص الوقت ولو صرفوا قليلا، ومثل ما قلت لك الشايح اللي يجي مره في العام هذه لا تضره، اللي يحب يعمل طربان اللي يدخل كلش، وهذه حاجه ثانيه. على خيار حبوا ما تجيكم ما تدفعوش، اهلا بكم. معنا عبر الهاتف مباشرة سيد إبراهيم بولحية رئيس لجنة الشؤون الخارجية سابقا بمجلس الأمة. مساء الخير سيدي، أهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. إذا مجلس النواب التونسي صدق قبل قرابة العامين من الآن على استحداث هذه الضريبة 30 دينارا تونسيا عند عبور السيارات الجزائرية للتراب التونسي، لماذا لا تتعامل السلطات الجزائرية بمثل في هكذا حالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على عفوا. أولا أشكركم على الاستضافة. ثانيا أعتقد بأن أنت أجبت على السؤال الذي طرحته عندما قلت بأن البرلمان التونسي صادق على قانون يستحدث أو يفرض ضريبة على كل داخل بتونس، يعني ليس خاصا بالجزائريين وحدهم، بل هو على كل إنسان يدخل تونس يجب أن يدفع ضريبة أو يدفع علاوة أو يدفع مبلغ معين ليفرض بقوة القانون من طرف البرلمان التونسي. وبالتالي فهو قرار بطبيعة الحال هو قرار سيادي بالنسبة لجمهورية تونس. بطبيعة الحال كل دولة لها الحق في أن تصرف الضرائب التي تراها مناسبة على
الداخلين لها أو الراغبين في الدخول إلى التراب التونسي. وبالتالي أعتقد بأن علاقاتنا مع الجارة تونس هي علاقات عميقة جدا وعلاقات ممتازة بين الشعبين وبين الدولتين سواء على مستوى الرسمي أو على مستوى الشعبي. وبالتالي أعتقد بأن هذا الأمر يتعلق بالجزائريين أنفسهم ولا يتعلق بالتونسيين. التونسيين استحدثوا ضريبة أو استحدثوا علاوة فرضها بقوة القانون، فالذي يريد أن يدخل التراب التونسي عليه أن يدفع هذه الضريبة أو هذه العلاوة، والذي لا يريد أن يدخل فلا يدخل. يعني هذا الأمر من حقهم بطبيعة الحال من حقهم. بقي الآن سؤال، لماذا لا تتعامل الجزائر مع بقيه مع التوانسه او مع المغاربه او مع اي داخل التراب الجزائري؟ هذا ايضا قرار سيادي يعود الى الدوله الجزائريه وهي التي تقدر العلاوات هذه. واعتقد بان هناك ايضا بالنسبه للجزائر فيه علاوات يدفعها الراغب في الدخول الى الجزائر. ثالثا، انا اعتقد وهذه انا وجهها للمواطنين الجزائريين، نعم، وحتى للاخوه التونسيين، لان عندما تتبعت الشريط لاحظت بان هناك عباره او اثنين التي جاءت في تقريركم وانتم مشكورون على هذا، عندما تقولون بان هناك سوء معامله بالنسبه للجزائريين. هذا بطبيعه الحال ما لا نرضاه ولا نقبله لا من تونس ولا من غير تونس، لأن الجزائريين عندما يذهبون إلى تونس يذهبون إلى الشقيقة وإلى الجارة وإلى الصديقة وإلى، فيجب أن يعاملوا بالاحترام اللازم للجزائري. سيد إبراهيم بولحيا، كيف تتوقع رد السلطات الجزائرية على عدد من الأسئلة التي طرحها النواب على فيما يخص وزير الخارجية فيما يخص هذا الموضوع بالضبط؟ كيف تتوقع رد فعل السلطات الجزائرية؟ أعتقد بأن السلطات الجزائرية والنواب أو السلطات الجزائرية هم الاثنين يعملون من أجل الجزائر ومن أجل الحفاظ على سمعة وقيمة الجزائري والجزائر، سواء النواب باعتبارهم ممثلي الشعب أو معالي السيد وزير الخارجية باعتباره المسير أو المسؤول عن الدبلوماسية الجزائرية وعن القرار السيادي للجزائر. وبالتالي جوابه سيكون بطبيعة الحال بأن هذا الأمر كان نحن نفرض علاوة أو أتاوة على الذين يدخلون أو ضريبة على الذين يدخلون التراب الجزائري، فمن حق الشقيقة تونس أن تفرض هذه الضريبة، ربما ضريبة نوعا ما عالية نوعا ما، ربما يصار إلى المفاوضات بين الدولتين في للتخفيف أو لتخفيف هذه الضريبة، ربما ممكن أو يمكن لوزارة الخارجية بطبيعة الحال أن تتصل بشقيقتها في تونس، ويحاولون، لأن ذهاب الجزائريين إلى تونس هو دعم للاقتصاد التونسي ودعم لتونس في حد ذاتها، وكلما كانت الإجراءات سهلة وكلما كانت العراقيل لا توجد، كلما ارتفع عدد سواح الجزائريين في تونس وكلما ارتفع الاقتصاد التونسي بطبيعة الحال. شكرا. ولذا فقط أنا أقول وأؤكد بأن علاقتنا مع الشقيقة تونس علاقات استراتيجية وعلاقات مميزة كما قالت وكذلك عادة. وبالتالي يجب ألا تتأثر بمثل هذه. شكرا جزيلا لك إبراهيم بولحيا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية سابقا بمجلس الأمة.